أعداء مع اليهود، أعداء المسيحيين مع اليهود. المسيحيين المسيحي بيعتقد إن اليهودي كان سبب في صلب سيدنا عيسى، أعتقد ده مظبوط. تمام، وبالذات مسيحيين الشرق، لأن حصل أصلا نوع من أنواع البابا في الفاتيكان، حصل نوع من أنواع التنصل، وقال إن اليهود لم يكونوا السبب في إيه؟ في صلب سيدنا عيسى، أعتقد ده سنة 1977 أو 78، في السبعينات يعني. ففي عداء أصلا بين المسيحيين مصر واليهود، ده بشكل ديني، يعني إحنا هنقول مسيحيين مصر أكثر التزاما بالدين من مسيحيين الغرب. حتى ده ظاهر في مش في تعليم الكنيسة، ولكن في حضور الكنيسة يوم الأربع ويوم الأحد، عظة الأربع. فهل النهاردة يعني إزاي يغفل القيادة إزاي يعني تغفل القيادة الكنسية عن إن لو أنا تحالفت مع اليهودي، تمام، أو الصهيوني، النهاردة ده هيكون يعني ليا فعلا، هينصرني في خطوة معينة، بس بعد كده ده هيدمرني، فضلا ان العلاقة بين مسيحيين الغرب ومسيحيين الشرق اصلا غير كانت سوية بالمرة، وده بان في فتح القسطنطينية او في دخول محمد الخامس، دخوله القسطنطينية، يعني دخول محمد الفاتح لما دخل القسطنطينية، وبعد كده سماها اسطنبول، اللي حصل ان هو دخل، ولكن ده كان بمعونة ايضا من المسيحيين والرهبان، لدرجة ان هم سلموا له المفاتح، وهو يعني فعلا اداله حقوقهم، طبعا فتح المشاكل دي كلها. وكان ساعتها في يعني نقدر نقول كنيسة الشرق وكنيسة الغرب، وبينهم عداء رهيب. العداء ده لا يزال موجود حتى الآن. ازاي الكنيسة الشرقية تستقوي بالغرب اللي هو تابع اصلا الكنيسة الغربية؟ طبعا بص، موقف المسيحيين والكنيسة من اليهود انهم ليسوا شعب الله المختار، وارض فلسطين ليست ارض ميعاد، وليس لهم اي حق كتابي ليقيموا هذه الدولة، ليس لهم اي حق كتابي يعني من الكتاب المقدس ان يعودوا الى هدفهم، ولا يمكن ان تتغير عقيدة المسيحيين في هذا الامر. لانه ببساطة شديدة انه عندما جاء السيد المسيح اصبحت الجماعة المسيحية هي شعب الله المختار، وان الكنيسة هي شعب الله الجديد المختار، وانه اي موافقه على ما يقول عليه اليهود هدم للفكره المسيحيه اساسا، وبالتالي كل الدعوات الدينيه لليهود مرفوضه من المسيحيين تماما. الامر الثاني انه الغرب المسيحي كان ليه موقف غير مسيحي الحقيقي من اليهود، انه كان بيعتبر اي يهودي ولد بعد صلب السيد المسيح بألف سنة مسؤول عن ما حدث للسيد المسيح، فيجب أن يقتل. ده اللي غيرته الكنيسة الكاثوليكية فيما بعد، لأنه ده كان أدى في النهاية إلى قتل اليهود بدون جريمة، باعتبار أنهم يرثوا هذه الجريمة عن أبائهم. المسيحيين الشرقيين عمرهم ما فكروا هذا التفكير. هذا برضه له يعني يظهر كيف يتجلى الدين في المنطقة الشرقية عن المنطقة الغربية. لم يفكر المسيحيين الشرقيين بهذا الشكل. اليهود مش أعداء. لا، لم يفكر ان اليهود يجب ان يقتل، لان جده السابع عشر تسبب في صلب السيد المسيح. لا، لم يحاول المسيحيين في الشرق قتل اليهود او تحذيبهم، مع كونهم اعداء، يعني مع كونهم عقيدتهم تنافي تتضاد عقيدتي، يعني هو مش هيقتلهم. مختلف عقيده، انا مختلف معاه تماما. بس في فرق كبير جدا انك انت بتعتبر ان هو مختلف معاك في العقيده، ولا تعترف بعقيدته حتى لان هو رفض الاعتراف بالسيد المسيح. ده عن الموقف الديني، لكن لا يؤدي هذا الى الاقتتال. تصرف سياسي او اقتتال، لكن في الغرب كان يؤدي الى في النهايه قتل اليهود. ماشي، الديني بيعظم في حاجات في معتقداتك اكتر ما بيعظمها اليهود او كامل، عكس ما بيسبوا المسيح او يسبوا سيدنا مريم وكلام من ده. يعني لا، بس هو في نقطه مهمه جدا نقدر نقول انه لم يحدث عداء ديني بين اليهود والمسيحيين في المنطقه الشرقيه، لم نسمع عن هذا من قبل، ليس فقط لانه كانت المنطقه معظمها دوله اسلاميه واغلبيه مسلمين، لكن ايضا لانه اليهود لا يريدون احدا ان يكون يهوديا. ما عندهمش فعلا دخول اليهود ربطوا القوميه بالدين عشان يظلوا شعب الله المختار، هم لا يريدون احد، يعني يريدوا هذا الانغلاق على نفسهم، وبالتالي لم يحاولوا ان يعادوا المسيحيه. وفكره ان باقي البشر دول حيوانات وصوره بني ادمين لخدمه شعب الله المختار. يعني ان كان تصورات يعني تصور كان غريب شويه. هي الفكره انه اللي بيحدث في موقف المسيحيين من
المشروع الصهيوني اللي هو دولة الاحتلال الإسرائيلي، موقفهم العقائدي لا يختلف، موقف الكنيسة من الاحتلال الإسرائيلي ومن قضية فلسطين كان دائما موقف وطني عبر كل المراحل الزمنية. لكن عندما بدأت مرحلة ازدواجية الخطاب تسويق مشروع السلام، لأنه برضه هنا في نقطة مهمة جدا، إن هذا المشروع يتم تسويقه من خلال الدولة، يعني لم تبادر الجماعة المسيحية بتسويقه، يعني هو ليس مشروع الجماعة المسيحية أصلا. لكن عندما بدأ تسويق مشروع السلام في مرحلة الرئيس أنور السادات، باعتبار أن إسرائيل أصبحت واقع لا مفر منه، تحت مظلة الهيمنة الغربية، تحت مظلة مصر المصريين، مصر أولا، والمشروع العلماني، انجذبت الجماعة المسيحية إلى هذا. لم تغير وجهة نظرها من أن اليهود ليسوا شعب الله المختار، لا حق لهم في فلسطين بحكم الكتاب المقدس، لا وعد لهم في العهد القديم، لأن العهد القديم جزء من الكتاب المقدس، لا وعد لهم في العهد القديم بأرض فلسطين، هذه مسألة سياسية فقط، وبالتالي وجودهم هو ناتج من وجود يعني من حروب وأفعال حروب وأفعال سياسية وتدخل غربي، لكنه لا أساس ديني له، وبالتالي الأساس اللي بيحاول المشروع الصهيوني يبني نفسه عليه إن هو أعطينا هذه الأرض بحكم التوراة، يرفضه كل المسيحيين، ولا لن تجد مسيحي. طيب ولكن خلاص، لكن أصبح الالتجاء بإسرائيل أو كده ده أمر واقع، هم ما عندهمش هو إشكال. ليس التجاءً، هو ليس التجاءً، هي قناعة بإنه بقاء إسرائيل جزء من الهيمنة الغربية، والهيمنة الغربية تحمي، وبالتالي هي بالتالي بقاء دولة إسرائيل جزء من الهيمنة الغربية، اختفاء دولة إسرائيل منطقة هيبقى جزء من تراجع الهيمنة الغربية، تراجع الهيمنة الغربية وعرضهم إلى الخطر بعد أن اختاروا هذا الخيار الطائفي. طبعا بين قوسين هناك رؤية مسيحية، يعني تاريخها بسيط، ظهرت في القرن ال17، بترى إنه نهاية العالم لها سيناريو تاريخي يحدث على الأرض، اليهود سيعودوا إلى فلسطين، ثم تتجمع قوى الخير في فلسطين اللي هم المسيحيين، يقودهم السيد المسيح على الأرض ويدعو اليهود إلى قبول المسيحية، فإذا رفضوا يهلكهم جميعا، يعني هو جمع واستفى بهم إلى السماء. لا، ويحكم حكما أرضيا، ثم يحارب كل قوى الشر، للأسف هذه الرؤية بترى أن العرب والمسلمين قوى الشر، ثم يجعل العالم كله مسيحيا، ثم يحكمه حكما أرضيا لمدة 1000 عام، ثم يصعدوا جميعا للسماء. اللي هي المكدون. هذه الرؤية ظهرت في القرن ال17، أقلية من المسيحيين يؤمنوا بها، يقال دائما أنهم ليسوا الكنائس الرئيسية من لاين تشيرش اللي آمنوا بهذه الفكرة، ليس الكنائس الرئيسية الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية لا تؤمن بها، آمنت بها مجموعات صغيرة. هذه المجموعات الصغيرة لم تحولها لمشروع سياسي، هي رؤية، عارف مثل كل الكتابات الأخروية اللي بتكتب كيف سينتهي العالم وكيف سيظهر المهدي المنتظر وهكذا. إلى أن ظهرت هذه الفكرة وعيد إنتاج مرة أخرى في ستينيات القرن العشرين في أمريكا، ونمت كمشروع سياسي بعد حرب 67، إنه هذا التيار في أمريكا بدأ يرى إن عليه تجميع اليهود في الأرض وإقامة دولة إسرائيل وإقامة الهيكل حتى يعود، وكأنه يفعل هذا حتى يعود السيد المسيح. هو حزب المحافظين الجدد اللي إحنا بنسميه حزب المحافظين الجدد دلوقتي. يعني هو حزب المحافظين الجدد هو الأوسع، الإطار الأوسع، اللي فيه بعض من يؤمنون بهذه الفكرة، وآخرين متدينين متشددين، وآخرين حتى علمانيين محافظين، كلهم بيتجمعوا في إطار الحزب الجمهوري. طيب آخر شيء بقى إن شاء الله، موقف المسيحيين من تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة الإسلامية، يعني إحنا بنتكلم النهاردة إحنا في دولة علمانية، يعني دولة علمانية متطرفة، مش دولة علمانية عادية، دولة علمانية متطرفة. العلمانية العادية زي نقدر نقول أمريكا، إنجلترا، دولة علمانية بوضع مجموعة من القوانين الوضعية، ولكن في نفس الوقت لا تهاجم الدين صراحة، تمام؟ لكن هنقول ده دولة علمانية متطرفة زي تونس، الجزائر، مصر، تركيا سابقا. ايه؟ تركيا سابقا. تركيا سابقا، ولكن دلوقتي نقدر نقول تركيا عادت شوية، يعني دلوقتي
رجب طيب أردوغان ابتدى اللي هو هو دي هي المحاولة اللي بيعملها المحاولة من العلمانية من الطرف بالظبط. العلمانية معتدلة لعل وعسى يقدر يكمل المشروع بتاع أستاذه نجم الدين أربكان. طيب نقدر نقوله دلوقتي إن موقف المسيحيين في مصر من نقطة تطبيق الشريعة، هل النهاردة هم بيروا إن تطبيق الشريعة ده فعلا نوع من أنواع الاستئصال بالنسبة لهم، ولا هل دلوقتي أنا بتكلم في وقت الحرب ما بتكلمش في أي وقت تاني، ولا هل دلوقتي بيروا إن الشريعة الإسلامية دي شيء جيد بالنسبة لهم النهاردة هيقدروا يأخذوا الحقوق أكثر مما كانوا يأخذوها سابقا؟ لا، معظم أغلبية المسيحيين مع أغلبية الكنيسة مع متروك والكنيسة اللي في أسرارها إن الشريعة الإسلامية خطر على الجماعة المسيحية وخطر على المسيحية وأنها ستفرض قيودا ويؤخذ بقى من التاريخ أسوأ ما فيه ويعاد رواية التاريخ بالأحداث التي لم تستغرق منه إلا جزء ضئيل منه، وتم تخويف المسيحيين فعلا من الشريعة الإسلامية وأصبح مجرد إنك تتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر أو في المنطقة عموما بيشعر المسيحي إن هذا خطر محتق. البقية الباقية من بعض المسيحيين البسطاء في ريف مصر أو الأحياء الشعبية التي ما زالت تدرك أن الشريعة الإسلامية هي القواعد الأصيلة التي بني عليها المجتمع المصري لن تنزعج من كلمة الشريعة الإسلامية، لكنها أصبحت البقية الباقية، لأنه تكتشف إنه تغيير الوعي على غالبا يحدث من المدينة إلى الريف، من المثقف إلى غير المثقف. تكتشف أنك عندما تبتعد عن المدينة وتبتعد عن المثقفين والمتعلمين تجد الشخص الذي يعي ويدرك القيم الأصيلة كما هي ويفهمها ببساطة وفطرة. لكن أتصور أني أقدر أقول أن أغلبية المسيحيين وأغلبية الكنائس بكل طوائفها ضد تطبيق الشريعة الإسلامية. هو بس رؤية حضرتك، بس قبل ما نتكلم رؤية حضرتك بس للأمر بقى، يعني الواجب دلوقتي كيف تنتهي الفتنة؟ بالظبط. أيوة، كيف ستنتهي الفتنة مش كيف تنتهي الفتنة؟ والله يعني لا والله احنا مش تعبانين الحمد لله، بس هو الحديث عن الحلقة ماتع، بس هو كيف ستنتهي الفتنة؟ أنا هحاول أقول هذا مختصرا بس ده آخر سؤال. لا خلاص، لا عشان أنا أنا في قناعتي انه التاريخ يعلمنا عندما كان المجتمع قوي بمؤسسات قويه، حتى عندما كان يدخل في معركه بالمؤسسات القويه الفاعله كان يكتشف انه هذا النوع من الصراع لا غالب ولا مغلوب، وكان بسرعه يتجاوز هذه الاحداث. ولنا مثال المؤتمر القبطي في 1911، ازمه لا تستغرق اكثر من شهور وتنتهي. أنا أتصور إن أحد المشاكل الحالية إن هو الدولة تغولت إلى درجة ما أضعفت المجتمع، وإنه المجتمع لا يملك قدرات وإمكانيات أن يحل هذه الأزمة التي تواجهه، أزمة العلاقة بين المسيحيين والمسلمين، والدولة لا تريد يعني لا تريد ولا أنا أعتقد إنها غير قادرة وغير راغبة، لأن ليس لها مصداقية. أنا تقديري إن كل هذه الأزمات ليست فقط أزمة المسيحيين في مصر، أزمة الأكراد في العراق، أزمة السنة والشيعة، كل هذه الأزمات اللي جعلت الاختلاف يتحول إلى احتراب ومعارك وحروب بتصف مشهد من مشاهد لحظة الخطر الأكبر الذي تعرض له الأمة الإسلامية، الذي تخرج منه عندما يدرك كل الأطراف أنه كل سيخسر ولا يوجد طرف واحد سيربح مما يحدث. وفي هذه اللحظة تعاد حركة المجتمعات ويعاد بناء المجتمعات بصورة مختلفة. وعندما تستطيع المجتمعات أن تتحرر من الدولة القابضة وتعود مؤسسات المجتمع، مؤسسات دينية، مؤسسات الوقف، مؤسسات الخيرية أن تكون فاعلة مرة أخرى، مجتمع أكثر نشاطا، سوف يستطيع أن يواجه هذه المشكلة. لكن المشكلة أننا نمر الآن باللحظة الخطرة، اللحظة اللي فيها أكبر قدر من اشتعال النيران. Thank you.